الله والرفع في أمر الشغال والرفع في غير الذي مر راجح مر بك ما يجب فيه نصب الاسم المشتغل عنه وما يترجح نصبه وما يجب رفعه وما يترجح رفعه وما يتساويان. قال لك والرفع في غير الذي مر راجح فتقول زيد قابلته زيد مبتدأ قابلته فعل وفاعل فالرفع أرجح لأن عدم التقدير مقدم على التقدير. النصب يقتضي تقدير عامل والرفع لا يقتضي شيئا. زيد قابلته سهل الأمر سهل زيد مبتدأ وقابلته فعل وفاعل ومفعول والجملة محل رفع خبر. لكن إذا قلت زيدا قابلته لا بد أن تقدر قابلت زيدا قابلته. قال بعضهم النصب لا يجوز مطلقا لا بد من الرفع. ورد عليهم بقول الشاعرة فارسا ما غدروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل قال فارسا ما غدروه تقدم ولم يأتي معه مرجح وملائكة نصبته. قل في سورة الرعد سهولا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. واضح؟ قل يا شهودا سورة أنزلناها وفرضناها لم يسبقها شيء سورة هذا أنا قولي والرفع في غير الذي مر رجح. ولكن مع ذلك يبقى الرفع أرجح. فما أبيح لك افعل ودع ما لم يبع. قال رحمه الله وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري لا فرق بين قولك زيدا أكرمه العامل المشغول اتصل بضمير يعود على الاسم المشتغل عنه هذا في أكرمه عائد على زيد. لو فصلت بين العامل وبين الاسم المشتغل عنه بحرف جر أو بمضاف لا فرق. تقول زيدا أكرم أخاه أكرم انفصلت عن الضمير بمضاف وهو أخاه أخا أو زيدا أمر به. قال تعالى والظالمين أعد لهم أعد عامل مشغول انفصل عن ضمير الاسم المشتغل عنه بحرف جر وما ذاك نصبه نصبه مغسر له وسر به. قال وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصف وسوي في الباب وصفا لا عمل بالفعل إن لم يكن مال. وصف العامل هو الدال على الحال أو الاستقبال سوف يأتيك إن شاء الله في الاسم الفاعل كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. تقول زيدا أنا مكرمه غدا زيدا أنا مكرمه مكرم اسم فاعل دال على الحال أو الاستقبال يعمل فنصبت به زيدا لا فرق في ذلك. واضح؟ أما إذا قلت زيد أنا مكرمه أمس لا يجوز نصب زيد لأن الوصف هنا ملغى لدلالة على المضي اسم الفاعل يعمل بحق شبهه بالمضارع. إذا قلت زيد أنا مكرمه غدا كما قلت أنا أكرمه ولا تقول عرب زيد أنا أكرمه أمس. واضح؟ في الحالة تقول زيد أنا مكرم غير مكرم. نعم تقول زيد زيد أنا مكرمه أمس لا يجب أن تنصب زيد حطينا أمس على الماضي هو سبق وقال يدل على الماضي لم يدرس أمس زيدا لم يدرس أمس يدرس لا تصب يدرس زيد لا ليس هناك شيء يصب لا لست مكرمه أمس زيدا لست مكرمه أمس زيد لست مكرمه أمس لست مكرمه لا حسن. قال وفصل مش وسوي في الباب وصف إن لم يكن مانع حصل. ما المانع الذي يحصل إذا كان الوصف صلة لأن لا يعمل لأن الصلة لا تعمل في متقدم على الموصول. جاء الذي ضرب زيدا لا يجب أن تقول جاء زيدا الذي ضرب. الصلة صلة الموصول لا يتقدم شيء من هؤلاء المعمول على الموصول. فتقول هند أنا المكرمها غدا هند أنا المكرمها غدا حصل مانع حصل مانع. الوصف صار صلة لل وصلة ال تقدمها الاسم المشتغل عنه وصلة ال لا تعمل في المتقدم عليه. واضح؟ هل أقول لكم أنا أصلا؟ قال رحمه الله رحمه وصف وعرقة حاصلة بتابعك عرقة بنفس الاسم الأول. عرقة حاصلة بتابع أجنبي بتابع أجنبي فيه ضمير يعود على الاسم المشتغل عنه
كعلقة بنفس الاسم، لا فرق بين قولك زيدا أكرمه وبين قولك زيدا أكرم رجلا يحبه، رجلا أجنبي من زيد، لكنه جاء بعده تابع في ضمير على زيد فانتصب زيد، واضح؟ نعت. أو بدل زيدا أكرم عمرا أخاه، عمرا أجنبي لكن أخاه بدل من عمر وأخاه في ضمير على الأولي، أو معطوف بالواو زيدا أكرم عمرا وأخاه، واضح؟ أنا أقول وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. عند الكوفية يعرفونها، يقول زيد مبتدا في الدار جابه مزروع وأبوه فاعل، فاعل في الدار، الدار متعلقة باستقرة، هذا عرفه. زيد أنا الدار أبوه كذلك.